مرحبا. حيل يلجأ إلها بعض الأزواج مع زوجاتهن المسكينات، أو العكس، بعض الزوجات تدفع أزواجهم إلى الوقوع فيها. يعني مثلاً الزوج ممتاز بكثير من الأمور، لا يشرب كحوليات، لا يطلع يتأخر مع أصدقائه بالليل، ما عنده سوالف بنات، مو بخيل. المهم مو هذا موضوعنا. تبدي بعض الزوجات الحبوبات تتبطر وتتحجج على زوجها اللي هو كل الزين، ما وديتني مول، ما وديتني مطعم، ما اشترت لي هدية فالنتاين، أرد أسافر تركيا، أرد أروح لبنان، أريد أعزل، أريد ها؟ هاي مصورنا مطلع عملت شو من الموضوع. المهم كلكم نفس الشيء، كل هاي الامور لانه زوجها زين وما بعيوفه تبدي تتطلب عليه. المشكله وين يا حلوين؟ انه بعض الازواج يوصل الى حد انه طق حصلته وما يتحمل بعد كميه طلبه اللي تطلبها. انطيكم مثل قصوى، هي كثير تجيني استشارات في المحاضرات النفسيه الجماهيريه اللي اقدمها او الندوات والدورات الخاصه اللي تجيني امراه اعرفها امانه انه زوجها كل همها انه هو ما يخونها، يعني هي ما يهمها، تقول لي دكتور لا يطلعني ما عندي مشكله، لا يصرف على البيت ما عندي مشكله، لا يشتري لي ملابس جديده، بس يبطل يخون، ما اريد شيء من عنده، ومجند اخواتها وصديقاتها وهو نايم تفتح عينه حتى تفتح بصمه التليفون وتراقب السناب ماله، ومسويه فد نظام مخابراتي بس حتى تعرف هو دا يخونها او لا، وهو مكيف على الموضوع لان هي مدى تطلب من عنده هواي طلبات ومركزه بس بموضوع الخيانه، فهو مستفاد من موضوع الخيانه من جهة، وأنه هي مدت نقب راسها من جهة تعبت. رسالتي اليوم لكل زوجة تتابعني، الله أنعم عليك بزوج رائع جدا ما بكثير عيوب. هاي الطبيعة البشرية اللي تحب تطلع وتطلع لسانها طول، أنه تطلب وتطلب وتطلب. اليوم سكتيها، قولي شش هدوء نامي. ليش؟ لأن ممكن من كثرة الطلبات طلب بعد طلب، لأنه زين، لأنه حباب، لأنه خوش رجال، لأنه ما عنده مشكلة، لأنه ما يدخن وما يشرب وما عنده بنات وكذا، فأنا أريد وأريد. لا الفالنتاين، لا المحبس كان صغير رت أكبر، لا الهدية الذهب كانت خفيفة ما كانت ثقيلة، لأن ممكن توصلي إلى حافة طرق يوقع منها بعد ما يرجع مثل مكان. لكل زوجة شجعي زوجك أن يكون إنساناً أفضل في الحياة وليس زوجاً أفضل لك، أن يكون إنساناً أفضل بالدعم والتشجيع وليس أفضل لما تطمحين وتحلمين في الحياة. طيب هسا عفونا من الزوجات، توجد زوجات حبابات مسكينات غير متطلبات ساكنات في أماكنهن، شلون باللغة العربية الفصحى، وبعض الأزواج يلجؤون إلى هذه الحيلة، يعني الحيلة حتى زوجته ما تطلب من عنده، حتى زوجته ما تريد أكثر، حتى زوجته ما تطمح بسقف أعلى من معيشة أفضل إلها، يصدر لزوجته المسكينة وجه سيء، تلتهي بهذا الوجه السيء وتعوفه وما تطلب من عنده. يعني مثلا يكون عصبي دائما ويغلط ويكفر ويفشر ويقلب الدنيا كلها، حتى هي تقول أتمنى بس تروح عصبيته، أتمنى بس يهدى وتنسى بخله وتنسى طلباته وما تريد شيء اكثر، يعني بس تقول لي اريد اروح للمين بعد ما قال المول، يعني اريد اروح لل الله والله والله والله، فهي بس اسكت هاي ها ما اريد بطلت. فبعض الازواج، مو الكل، دا اتكلم عن بعض الحالات في علم النفس الحديث، يستخدمون هاي الحيله عن درايه وعن عدم درايه مع زوجاتهم المسكينات، فبالتالي يعني هو مثلا يريد يخون او هو مثلا يريد فيقصر في واجبات المنزل وفي مصرف البيت، حتى هي بس تبدي تقول له بس انطينا اللي نقدر ناكله، بس نقدر امشي اولادك، بس اشتري ملابس بالعيد جديده، وهو يقضي حاجاته الخاصه، او مثلا هو يريد يعني حتى ما تطلب 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 فيبينها انه انسان سيء، ممكن يشرب او انه هو يخون او يحسسها بانه هو دا يخون، فهي تلتهي تنشغل بس بهذا الموضوع، تريد زوجها يكون افضل امام الناس وامام أولاده، فبتلتهي بهذا الجانب وتكف ياخا من عنده حسب رأيه هو حتى ما تجيب مصرف. أنا آسف من فعل، بس هاي الحلقة حساسة جدا وكثير بيوت دا تنخرب من وراها، وكثير ناس دا يخدعون بسببها، زوجات مخدوعات من أزواجهم، وأزواج دا يدفعون إلى أن يصيرون سيئين بسبب زوجاتهم. يقول لك ليش أزين أصير زين، ليش ابقى زين؟ يعني انا شو حباب واصرف على البيت ومرتب وما اهينها وما اذيها، وهي جيب جيب بعد 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 جيب جيب جيب، لا اكون سيء ما اصرف، اصير بخيل، اطلع ويا اصدقائي، حسافر وحدي، راح اخونها، مليت، فهي دفعته الى هذا المكان. حافظوا على بعضكم البعض. بس خلنا فهمك حبيبي، بس لحظه وياي، انت من دا تكون انسان افضل، يعني رسالتي لكل زوج،
من دي تكون إنسان أفضل أو زوج أفضل. أنت زوج أفضل لنفسك ولله وليس لشخص آخر. لذلك دائما طلع الجانب الإيجابي بيك، لا تخلي شخص يقودك أنه تطلع جانب سلبي. أما إذا كنت تستخدمها أنت أصلاً هذه الحيلة للخداع وللأذية، فأنت تخدع نفسك أنت أولاً. حرامات قيمتك ونظرك بعين نفسك المفروض أكبر بكثير من أنه تعمل هذه الأمور. عليك أن تحافظ على الأمانة التي أعطاك إياها الله، ألا وهي زوجتك. حب بعضكم البعض. ورسالتي لكل زوجة اليوم بعد هذه الحلقة، أنت عرفتي إذا كان زوجك دي خدعش ودي يقدم إليك أمور سلبية حتى يغض النظر عن باقي هاي الأمور لتلتهم بيها، أنه دي يخوني، أنه يطلع ويا أصدقاء، لا، ركزي على الأمور الأكبر وطلبي منه الأمور اللي تستاهلين أنه تكون متوفرة في البيت من أجل ظروف معيشية حسب قدرته، أوكي؟ يعني تلتهين بموضوع واحد وتعوفي الأمور المهمة. ثانيا، إذا أنت كنت من النوع الزوجة اللي زوجك جيد جدا وأخلاقها جيدة وما عنده سوالف سيئة، فكر بها، قولي هاي الحلقة جتني من الله، انذار فعلا كافي اطلب منه، يعني لي انه كل شيء متوفر لي، فابدي اريد مول، ابدي اريد تركيا، اريد لبنان، ابدي اريد ذهب، لا، ما دام ده يوفر معيشتي والانسان جيد معايا وصفاته جيده، شويه اضم طلباتي النفسيه، احنا في وضع سيء والكل واقعين. ثالثا، رسالتي لكل زوج، اذا كنت انت من النوع الجيد والمثالي واللطيف والمحبوب، لكن زوجتك من هذا النوع اللي لانه كل شيء متوفر لها فتطلب تطلب تطلب، فسوي لها تاقب هذه الحلقه شوفها ياها قبل تخسرك. رابعا واخيرا، رسالتي لكل زوج يعتمد على انه يظهر جانب سيء كحيله امام زوجته حتى ما تطلب من عنده الطلبات العاديه اللي تحتاجها، لا تخسرها، لا تخسر بعض، حرامات، لان راح تخسر كثير. احبكم وانا ما اريد اخسركم. يترك الرجل اباه وامه ويلتصق بامراته ويصبح الاثنان جسدا واحدا مقدسا مكرما في الرب. حبوا بعضكم البعض، الله محبة، وما جمعه الله لا يفرق الإنسان. أحب لكل مرحبا. فبالدال وكل هاي الأمور لأنه زوجها زين، وكل هاي الأمور لأنه زوجها زين، فبالتالي يعني وكل هاي الأمور لأنه زوجها زين وده يلبي طلباته، فبالتالي يعني كل شيء أوكي. ونطيها كان شخص أدعمي بالتشجيع، شنو؟ أن يصل لي طموحاته، مو أن يلبي طموحاتش أنت، لا مهم.